نصايحنا النهارده والتيبس اند تريكس بتاعتنا هتقول لنا ان احنا اول خطوه هنعملها نتاكد من سلامه العدادات والقراءات ومن سعر وحده قياس الفاتوره. كتير منا بيخرج من الاوض وسايبين الكهرباء شغاله، سايبين التكييف شغال، المروحه، التلفزيون. فاول حاجه نعملها برضو من الخطوات اللي هتوفر معانا ان احنا اول ما نخرج من الاوضه نبتدي نطفي الاجهزه بتاعتنا، نطفي اللمبات، نستعمل لمبات موفره للطاقه، ما نشغلش الفريزر بقوه عاليه لانه بيسحب كهرباء كتير، ما نسيبش اي اجهزه كهربائيه، نلف حوالين البيت كده لو في جهاز محطوط ستاند باي نشد الفيشه بتاعته علشان ده وهو محطوط كده برده بيسحب كهرباء. ده فاتوره الكهرباء. تيبس بسيطه ممكن توفر معانا من 25 و20%. طيب فاتوره الميه، وما ادراك عن فاتوره الميه؟ بنهدر الميه بطريقه جامده جدا. اي ميه مهدوره بتساوي فلوس مهدوره. كل نقطه ميه بتفقد في كل ثانيه بتساوي 15 لتر من الميه في اليوم، يعني حوالي 3 جراد الميه. فتخيل كده لو انت مش واخد بالك وبتعمل التيبس بتاعتنا دي، ايه اللي هيحصل في فاتورة المية؟ الشاور شغال وانت بتعمل اي حاجة تانية، وناس معتادة انها تملي البانيو، وده بيعتبر اهدار لانه بيستخدم حوالي 80 لتر من المية يوميا، اما الدش بيستهلك 30 لتر. فاحنا نختار غسل الاسنان، الرجالة لما بيبتدوا يعملوا الحلاقة بتاعتهم بيسيبوا المية عمالة تنزل كده وهم لسه عمالين يغسلوا سنانهم او بيسرحوا شعرهم، وده بيخلينا نستهلك 10 لتر مياه في اليوم زيادة. غسالة الاطباق بتستهلك لوحدها 35 لتر مية، اما الغسيل اليدوي بالاطباق البسيطة كده بتبقى حوالي 6 لتر مية. فياريت كمان واحنا بنغسل الاطباق الحنفية ما تبقاش شغالة واحنا عمالين نصبن او احنا عمالين نغسل سناننا او في وقت الحلاقة، ودي نقطة مهمة جدا لستات البيوت. ممكن نعمل حاجة لطيفة قوي ان احنا نملى زي طبق كده ونحط فيه مية ونغسل ونصبن الصحون وبعد كده نبقى نشطفها، ده هيخلينا نعرف نوفر مية كتيرة. من النصايح كمان لست البيت، غسلت الاطباق ما تشغليهاش الا وهي مليانة، زيها زي غسالة الملابس، ما يكونش عندنا كده كام تيشيرت فعايزين نخلصهم فروح مشغلين الغسالة عليهم، ده هيهدر فلوس كتيرة قوي. الحقيقة نجمع الحاجات بتاعتنا غسيل اطباق ونحطها ونشغلها مرة واحدة في اليوم، ده هيوفر علينا كتيرة قوي.